السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع قالما لنعرفكم على الفندق، هذا الفندق الجديد الذي تم افتتاحه يعني البارحة بمناسبة العيد الاستقلال 5 جويلية. تم التدشين تاع هذا الفندق الرائع اللي من طرف والي ولاية قالما، الوالية يعني السيدة رباحي. إذا إن شاء الله يعني هذه يعني الانجازات تزيد من القدرات السياحيه تاع مدينه قالما اللي نعرفوها عندها مواقع سياحيه تاريخيه رومانيه، ويعني تعود الى قرون مضت. اذا شيء جميل ان تكون لدينا مثل هذه الفنادق في المدن الداخلية. أترككم تتابعون والسلام عليكم.